اسمعوا اسمعوا على آخر خبر. عم بيقولوا لي إنه السيد لوها عامل حملة دعائية كبيرة كتير بكرة. عم يشتغل مشان الدعاية تبعه وأنا ما قدرت أعمل أي شيء. بلشت أتوتر. إيه بدك تستسلمي؟ وين القوة اللي جواتك هون واللي لازم تطلع بهالظروف الصعبة؟ قليلي انتي فكري وبس انه اذا نجحتي بالانتخابات كل مشاكلك رح تنحل، بس روقي لك شوي وبترتاحي. ولازم تفكري كمان اذا لوها بيك هو اللي نجح بالانتخابات فيا ويلنا. حياتنا رح تصير بشعة، شدي حالك وتذكري هاد زمننا، هذا هو زمن النسوان. ايه؟ ثبتي انه النسوان قدها وقدود. لا 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 تفوز. لازم العرب ريدي بابو كات كات يا غطا جادو لاي پہاڑ ہے کنکر شنکر بات ہے چھوٹی بڑا پتنگر لاي پہاڑ ہے کنکر شنکر بات ہے چھوٹی بڑا پتنگر انڈیا سر یہ چیز دھرندھر يلا يلا بلشوا اهتفوا، يلا تحركوا. لوها سينج بده يفوز. لوها سينج رح يفوز. تعي لهون واحكي وعبري عن رأيك، خلي كل الناس يسمعوكي. لا خليكي. تعي يا لالي، كل الناس هون عم يستنوا يسمعوا كلامك ورأيك، يلا تعي. لا 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 رح تفوز. اليوم الصبح لما فات من النوم قررت اني انسحب من الانتخابات لانه زوجة ابني عم تنافسني فيها، ونحن عائلة ما بتفرق معنا هالشغلات، مين ما يربح يربح. إذا ربحت أنا وأخذت الكرسي بيكون منيح، وإذا هي بدها إياه ما في أي مشكلة. بتعرفوا أنا بزمان اشتريت بنت فقيرة ودفعت حقها 90,000 بهداك الوقت، واهتميت فيها وجوزتها ابني. تا
بتعرفوا اللي صار، ابني مشانا ولأنه اهتم فيها وحبها ترك مرته الأصلية، حتى مرتي سوميترا اللي حبيتها أكثر من حالي اتهمتني بقتلها. هي اتهمتني بهالجريمة الفظيعة. حدا بيتخيل أنا أعمل هيك شيء؟ والله العقل ما بيصدق. أنا لوها سينج أقتل مرتي سوميترا وحبيبة قلبي؟ هالشي معقول يعني؟ وبيوم المهرجان هاي لالي ما كانت موجودة، وين راحت يعني؟ يلا جاوبي، عم بسألك. يلا سيد ما مال بيك، تعال على هون. لالي مرت ابني عم تنافسني على كرسي الانتخابات، وهي اللي مشان المصاري راست بهديك الحفله، صح ولا لا؟ جاوبني. بيك عم يحكي الصحيح. العمى شو عم تحكي هاي؟ أنا رحت على بيت السيد ورقصت بس كرمال أخذ مصاري. شو الحكي؟ هتسقط لالي؟ تسقط لالي؟ تسقط لالي؟ تسقط لالي؟ تسقط لالي؟ لالي قول شغلة بس، يلي راحت على حفلة السيد ما كانت رقاصة، كانت مجرد أم مجبورة تكسب مصاري مطلوبة منها لتسترجع ابنها من لوها بيك. اليوم أنا رح أقول قدامكن وبكل فخر انه صح لوها بيك اشتران وبالضبط مثل ما بيشتروا النعجة، بس مشان جاب له الحفيد الوريس لاصر. يمكن انتو تصوتوا لي ويمكن لا، بس انا بيهمني كتير انه اهل الضيعة كلياتهم يعرفوا هالحقيقة اللي هي انه لوها بيك بيبيع وبيشتري نسوان.